يشهد مركز اللقاحات في جامعة الملك سعود في الرياض استقبال المراجعين لتلقي جرعة لقاح كورونا، ومن هناك يلتحق بنا مراسل الإخبارية عبد الله الرويس. أهلا بك معنا زميلي عبد الله، وصباح الخير. عبد الله، حدثنا عن عملية سير تلقي اللقاحات. أهلا بك جل نار، وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أتواجد الآن في أحد مراكز اللقاحات المستحدثة في مدينة الرياض، بالتحديد في جامعة الملك سعود، وذلك في محاولة لإعطاء أكبر عدد كافي من المواطنين اللقاح للوصول بحول الله إلى المناعة المجتمعية. للحديث عن المركز وعدد المستفيدين من المركز ومن هم المستفيدين الذين يستطيعون أخذ اللقاحات في هذا المركز، استضيف معي الدكتور يوسف الشملاني، المدير التنفيذي التمريض في المدينة الطبية في جامعة الملك سعود. أهلا بك دكتور. بداية دكتور، لو تحدثنا من المستفيدين من هذا المركز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك أخوي. هذا المركز الثاني، مركز اللقاحات في المدينة الطبية في جامعة الملك سعود. المستفيدين اللي هم الموظفين في المدينة الطبية الجامعية والمنسوبين، تم افتتاحهم من 3 أيام. إلى الآن تم لقاح أكثر من 2000 موظف ولله الحمد. الطاقة الاستيعابية لعدد في هذا المركز الثاني 720 باليوم. المستفيدين فقط منسوبي الجامعة أم ممكن المواطنين زيارة مثل هذا المركز؟ في هذه المرحلة من الموظفين منسوبي الجامعة. كم عدد المستفيدين إلى هذه اللحظة؟ في هذه إلى الآن تم تطعيم 2000 في 3 أيام الماضية في هذه المركز الثاني. يوميا كم يستوعب المركز؟ 720 طاقة استيعابية اليومية. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المعلومات. كما سمعنا جل نار، هذا المركز يستوعب 720 في اليوم المجمل من أخذوا اللقاح. إلى الآن أكثر من 2000 مستفيد ولا زال العدد في ازدياد. نعم، إذن كان معنا من الرياض مراسل إخبارية عبد الله الرويش. شكرا لك زميلي عبد الله ولضيفك الكريم.